أهلا وسهلا بكم في وقائع المؤتمر الصحفي للفنان القطري القدير الأستاذ فهد الكبيسي. أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا. شكرا لحضورك مرة ثالثة أيضا بأننا في الفقرة الثالثة. أشكر زملائي الصحفيين شركائنا في البرنامج على حضورهم ونبدأ مباشرة. تفضل. صباح الخير. صباح النور. يا أهلا وسهلا. أولا أنا سعيد يا علي أن أكون متواجد في المؤتمر الصحفي للفنان. شكرا. فهد الكبيسي الأستاذ فهد اليامي طبعا صحافي وناقد جميلين سعودي. وهنيك طبعا يا علي على نجاح البرنامج اللي قاعد يحقق أصداء واسعة. شكرا جزيلا. أكيد طبعا لما يكون في ضيوف بحجم اللي مروا على البرنامج. طبعا حي أبو خالد. يا هلا بك. وأقول لك كلامته بخير. أنت بخير عليك الشهر. سلام الله. فرصة سعيدة إحنا شفناك علي. والله حرق كل الأسئلة طبعا اللي كانت موجودة. ما خلى شيء حقيقة. لا جد يا فهد أنا وعجبت أنا الحقيقة في طرحك وفي تناولك للمواضيع. أنا في سؤال سأل علي يعني الموضوع السياسي هذا يدور في راسي من زمان يعني ودي أني أنا أصادف أي فنان وأوجه له هذا السؤال وبحكم أنك فهد موجود وتملك الشفافية والدبلوماسية في تناولك للمواضيع. أنا أسأل هل الفنان يخشى يعني احنا نعرف ان الوطن العربي في سنوات يمر بازمات وصراعات سياسيه صحيح وبالتالي الفنان هو جزء من هذا المجتمع المجتمع العربي يتاثر بما يحدث من حوله صحيح. طبعا هو عنده رساله مختلفه تماما عن رساله السياسيين له جمهور وفي ارجاء الوطن العربي فهد يعني هل يخشى الفنان من توجهات بلده السياسيه مع بلدان اخرى وتشكل له ازعاج حتى لو طلب من مثلا خلينا نقول من قطر من فهد الكبيسي عدم المشاركه في اي مناسبه خارجيه في بلد فلان يعني اي بلد يعني هل يشكل لك ازعاج او انك ترضخ للامر مثلا لو صدر لك بالتوقف؟ نعم. انا مثل ما قلت يمكن من شوي ابو سعد الموضوع بالنسبه لنا كفنانين خصوصا في الخليج الحمد لله أنا ما عندنا هذه المشكله يعني حتى لو كان في زعل او في توتر علاقات سياسيه اطلاقا احنا ما ندخل في الموضوع ولا حتى الدول تقول حق فنانينها لا تشاركون ولا لا تروح ولا لا تجي. انا اشارك في كل الحفلات عندي يعني تعاونات مع كل الدول ما عندنا هذه الحمد لله هذه المشكله. فانا يعني بدون شك احيانا تؤثر يمكن في دعوة فنان يمكن إن ما تدعيه الدولة لأن عنده مشكلة ولا بس يبقى في الموضوع هذا يعني آني وسريع الحل. ف يعني أنا ما حسيت فيه حقيقة يعني أنا بالنسبة لي أعتقد أن فهد يتحدث عن هل يعني يعمل لخبطة لأوراق الفنان يعني في التحديد حجر على طريقة إنه يصير يسوي لخبطة لما تكون غير الخليج يمكن لكن بالنسبه لنا خليجيا احنا الحمد لله ما صار عندنا مشكله. مثلا خلينا نقول في القاهره مثلا انت ما شاء الله لك انا بشارك في حفلات في القاهره في الصيف ما عندنا لو مشكله لو طلب يعني منك مثلا من دولتك انه ما تشارك. والله الحمد لله يعني احنا يمكن هذه ميزه عندنا في قطر وانا مثل ما يقولون ما راح امدح دولتي لكن تستحق فعلا المدح في هذا الموضوع اطلاقا يعتبروننا كفنانين سفراء لقطر نقدم اعمالنا في كل مكان اطلاقا ما حد كلمني في هذا الموضوع ولا حتى يعني نعم. يعني ما عندنا مشكله اللهم لك الحمد يعني طيب شيء طيب. مساء الخير محمد الواحق من مجله ليلينا. انا ابغى ارفع الصوت شوي. محمد الواحق مجله ليلينا. نعم اهلا وسهلا. طبعا ارحب فيك يا زميل علي وشكرا لك لطيب الاستضافه ورحب ابو خالد. يا هلا العزيز الغالي ابو خالد. اذا سمحت لي الاعلام سلاح ذو حدين بمعنى اما انه يرفع الفنان في بدايه مشواره او انه ينهي او يسرع في انهاء مشواره. السؤال ذو شقين. الشق الاول كيف تعامل فهد الكبيسي مع الاعلام في بدايه ظهوره؟ والشق الثاني هل نستطيع القول انه الاعلام في بدايه الفنان تعتبر حجره عثر مثلا ممكن نقول؟ والله اعتقد يعتمد هذا الموضوع على الفنان موضوع نسبي. بالنسبة لي أنا شخصيا أنا كنت أتعامل مع الإعلام بشكل كبير جدا في بدايتي لأن كنت أعتقد أن وما زلت أؤمن جدا بأن الإعلام هو الوسيلة الرئيسية في توصيل في انتشار الفنان.
وانتم كصحفيين عارفين يعني لكم تاثير مو بسيط يعني على الجمهور وعلى الراي العام للجمهور. اذا كان الجمهور يحبك او لا، ممكن بشيء بسيط يسويه واحد من الصحفيين يقلب عليك نص جمهورك يعني. فما في شك ان انا هذه وجهه نظري، وانا مؤمن جدا، وحتى الفنانين اللي موجودين الان كلهم يعني نعم. الشباب اللي موجودين في قطر احرص عليهم ان يكونون يعني مساهمين بشكل كبير مع الاعلام. شكرا لكم. طيب قبل بهذا، بس في الشاعر القطري شاب الشمراني يقول فهد الكبيسي باختصار: قطر تفتخر فيك وانت خير من يمثلها، يشرفك في جميع المحافل. الله يسلمك. ايضا يسالون الحقيقه اكثر من سؤال الحقيقه، ايثار الحجي ومجموعه من الاخرين، ايش ميول فهد الرياضيه في السعوديه؟ انت غنيت للنصر، أيوة. غنيت للهلال، دائما اقول غنيت للشباب، باقي الاتحاد. بقول لك انا في قطر عرباوي، والعب في العربي، لعبت في العربي سنين، وكنت مثل ما قلت لك رياضي من ذيك الايام، لكن في الخليج ما لي انتماء معين. يعني يوم اشجع اذا لعبوا في النهائي الهلال والنصر اشجع، احب ان اشوف المباراه لان مباراه حلوه، وفيها لعبوا والله القادسيه واشجعهم لان مباراه، ما عندي انتماء معين. غنيت للنصر، غنيت للهلال، غنيت للشباب، غنيت للاهلي، غنيت لفتح، وطبعا هذا الانديه السعوديه، ف طيب. ما عندي مشكله يعني في الكل. يلا انتم يا اخوي عندكم، لو الواحد قال انتماء يمكن يخسر نص الجمهور. يا هذه جاب الدبلوماسيه، تفضل. طاهر بخش، جريده الوطن. يا هلا بك استاذ. اولا امسي عليك استاذ علي واستاذ فهد على هالليله الجميله، والجميل في هذه الليله وجودك معنا في السعوديه. يا رب يسلمك، الله يجمل. استكمال السؤال زميلي، تتوقع ان الصحافه ممكن تاثر عليك انت شخصيا وتلخبط اوراقك؟ هذه النقطه الاولى، ممكن جاوب ولا اي؟ طبعا انا بالنسبه لي بدون شك يعني الصحافه لها دور. الان ما ابغى على قولتهم اقلل، اقول لك ان صارت السوشيال ميديا لها قيمه ايضا محترمه ومهمه، ويصير في تواصل مع الجمهور مباشر، ممكن يسالك الجمهور بشكل مباشر فتجاوب. لكن ايضا مثل ما قلت لك الصحافه ما زال لها دور مؤثر على الجمهور. ممكن تخليك تبتعد عن الفن؟ كيف؟ تخليك تعتزل الفن؟ ممكن ان تخليك تبتعد عن الفن؟ لا مستحيل. طيب. لا لا لا. طيب ما توصل هالمرحله يعني. طب اشوف انا اغلب الفنانين ترى صار ثلاثه عشان الوقت. سؤال واحد سامحني سامحني راح ارجع لك اذا في وقت. بس طيب اوكي نطلع عشان الوقت، لانه نبغى كل الزملاء يشاركون. فهد الشعير من صحيفه الجزيره. نعم. اليوم فهود ما شاء الله. كله فهود. الله يسلمك. سؤالي كان جزء منه تطرق له الأستاذ علي، لكن شفت فيك شفافية وعدم الشفافية، وأتمنى أن تكون شفاف الآن. أنك أنت دائم تغازل في أغانيك الجمهور السعودي وتحرص عليه وتجاهل الخليج تماما، يعني أنا أعطيتهم شيء بسيط في أغاني سم؟ في أغاني أنا؟ في أغاني، في طروحاتك اللي تقدمها تغازل الجمهور السعودي. شلون؟ من أي ناحية قلت هالكلام؟ حريص عليه دائما والله. ما يعني يعني تقصد من الالحان؟ الالحان ايقاعات خبيتي كثير مثلا، دائما يعني تلامس مشاعره. اوكي. هل تبحث يعني ربح مادي غير الجمهور كقوه شرائيه في السعوديه؟ شوف يعني اولا انا ما اتفق معاك في الجزئيه الاولى، لان مخاطبة الجمهور السعودي بكل الآن أصبح الجمهور الخليجي كله يسمع كل الألوان. عندي قدمت يمكن الجمهور الكويتي كانوا قبل يحبون الرمبات والبندري، الآن صار منتشر في كل الدول. الخبيتي كانوا يحبون أهل السعودية، صار منتشر الآن في كل الدول. فما في لون معين إحنا نقدمه لجمهور معين. لكن إذا جيت للشيء يعني بعد بنكون شفافين وصريحين، أكبر قاعدة فعلا شرائية قوة شرائية في المملكة. فمن الضروري أيضا أن أكون مهتم بهذا الجمهور. مو معنى هذا ان ما اهتم بالجمهور الاخر. طيب. انا بالنسبه لي ايضا الجمهور الكويتي جمهور مستهلك ومهم، يعني مهم انه يكون. طيب. وصلت فهد، بس على اساس الوقت بنحاول نستعجل في الاجابات. تفضل. صباح الخير يا ابو خالد. اشرف حجاج من مجله روتانا. برنامج اهل الطرب، برنامج اذاعي نجحت فيه تحقيقه. قرب بس المايك هنا. ايوه برنامج اهل الطرب، برنامج إذاعي نجحت في تحقيقه وحصلت على أحد الجوائز في مهرجان إذاعة الخليج. هل سنراك قريبا على أحد الشاشات لتقديم برنامج إعلامي وستكون إعلاميا موجود فيه؟
قبل هالبرنامج يمكن عقب ما شفنا ابو وسعد وقوتها صراحه لا بالعكس يعني انت عندك شيء عندنا والله ما اعتقد يعني انا هذه كانت بالنسبه لي تجربه وما اعتقد انها تتكرر اطلاقا يعني انا احس ان هالموضوع محتاج تفرغ تام. طيب بس انت قرب لي المايك عشان الحياه تكون سعيده. طيب سؤالي ما رايك في دخول اهل الفن والغناء في تقديم البرامج التلفزيونيه؟ جميل جدا. ننقل في ما فهمت السؤال. ايش رايك في دخول الفنانين في تقديم البرامج الفنيه؟ ظاهره صحيه مهمه يعني هي تجذب جمهورها يعني. حسين ابو السبع مجله سيدتي اهلا بك. يعني بشكركم جدا طبعا على حضوري معكم. السؤال متشابك مع اسئله سبقت. أكد مع الزميل فهد لماذا حرصك على الشعب السعودي كمستمع ليك في الوقت اللي قلت فيه منذ قليل أصبح الفنان ينطلق من السعودية أكثر من كونه من مصر. أكثر من إيش؟ من كونه كان هو بيعقب على واحد. حسين كان يتحدث عن لما قلت زمان كانوا الناس يقولون إذا وصلت مصر وصلت للجمهور. أيه؟ أنت تقول في الخليج إذا وصلت السعودية أنت وصلت للجمهور. بالضبط. خليجيا أنا أتكلم خليجيا مش عربيا. نعم أتكلم خليجيا مش عربيا يعني عربيا ما زالت مصر هي البوابة الأولى للعرب. أيه؟ أتكلم خليجيا لما توصل الجمهور السعودي راح هو الأكثر انتشارا يعني فلذلك ينشرك الخليج كله. أشق الأخر من السؤال في ظل الأحداث اللي بيمر بها العالم العربي كثير من الفنانين وخصوصا المغنيين بيتجهوا إلى الاعتزال كنوع من أنواع الشو في رأيك في الظاهرة دي؟ شكرا لك. والله أنا أعتقد أن الفنان لازم يكون له دور مختلف يعني يكون له دور فعال في هذه الأحداث لما يصير حادثة معينة ويقدم هو يكون صوت الشعب أو صوت الجمهور في مجال معين. أنا أعتقد أن هذه المفروض يكون دوره مو دور أنه يعتزل ويترك الأمر. السلام عليكم. عمر الضيبان من جريدة الحياة. يا هلا وسهلا أستاذ فهد. الآن بالنسبة للقاعدة الجمهورية اللي كونتها بالنسبة للمحبين الإنشاد أنت جذبتهم لمك لفترة معينة وجمعتهم حولك وتركتهم؟ لا والله ما تركتهم. تدري آخر عمل في حياتي قدمته في بداية هذا الشهر إنشادي يعني قدمت عمل عن رمضان وابتهالي من غير موسيقى. انا اتحدث فما بالعكس ما تركتهم. انا ما ادري ليش اتهم دائما انك تركتهم وخليتهم وجيت يعني. اتحدث لانه مثلا نتكلم زي الدكتور محمد الحسيان او السعيد ابراهيم السعيد جميعهم تحولوا الى الايقاع وهو ما يناسب اهل الانشاد او المهتمين في الانشاد. بدا الحين الحسيان لكنهم لا يزالون يخرجون بالاشرطه مثلا وفي السيديات يخرجون النوعين يخرجون مرادات لجمهورهم القديم فلماذا لا نراك؟ ما تقدر لا هذا موضوع يمكن صعب اني اشرحه الان لكن صعب انك تقدم ألبوم موسيقي بكامل ما تعنيه الكلمة من موسيقى بتوزيع بألحان لأن الآن أصبح التوزيع الموسيقي جزء من الأغنية فصعب اني اسوي ألبوم نفسه بالضبط بنفس الألحان نفس الأعمال من غير موسيقى مستحيل. يكون في مؤثر يكون في إيقاع ما يكون في إيقاع أمر بسيط لكن طيب. الموسيقى صعب جدا يعني وقتنا انتهى. اعذرني ما عندي إلا 30 ثانية بالهاشتاج إذا سمحت لي وترى هذا سؤالك مرينا عليه عشان كذا لو نكسلت السؤال الثاني. مشعل هو اسمه مشعل استغفرك ربي يقول هل سنرى فهد الكبيسي في عمل مع الفنان خالد عبد الرحمن باختصار؟ يا ريت يا ريت. أنا بنايف من الناس اللي أحبهم وطلبت منه يعني إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ فهد الكبيسي على حضورك للمؤتمر الصحفي. شكرا لشركائنا زملائنا الصحفيين على حضورهم ومشاركتهم معنا ممتنين جدا. بعد الفاصل سحور فهد الكبيسي مع محبيه تابعونا.